حلفت بالفايب فايف قدامنا. نحنا كلنا رفقاتنا عنديني بس انت لا. دقيقة، ولا صار شي جديد بيناتكم؟ واو انت ذكي ها؟ اي صحيح؟ اي معك حق، في تطور. الأنسة قالت خلينا نكون رفقة، لهيك أنا لحالي رح كون عن جد لحالي. على كل حال ما كان عندي خيار تاني لهيك. ليك أنا لهالسبب ما بحب البنات، وكمان ما عندي أي اهتمام فيهم. ماني مال هوترا ما عنده خيار تاني. عن جد هي أول مرة بسمع هالشي بحياتي كلها. عن جد أنا رح هي تركها، أنا رح بحملها. تركها. لا لا مو مشكلة. مرحبا عمتي. أمي شو أخبارك؟ فيكي شي؟ قصدي كيفك؟ ايه كنت منيحة قبل ما أشوف إنه ابني صار خدام عند رفقاته وعم يحملهم أغراضهم كمان. مبسوط هيك؟ لا عمتي القصة مو هيك بالحقيقة. رجاء ما في داعي إنك تبرر لي حالة ابني، أنت بتعرفه أكتر مني. هو دايماً معك وقاعد ببيتك؟ أنت ما بتهتم أبداً إلا بالأشياء التافهة. عمتي بترجاكي لا تقولي هيك، نحنا رفقة. انسى الموضوع بترجاك كبير. أمي ما رح تفهم شو الصداقة وكيف بتكون. بس بفهم منيح إنه الصداقة بحياتها ما كانت أهم من العيلة، لهيك إجيت لهون لأنه بدي ابني، بدي إياه يرجع معي على البيت، لأنه هالشي أحسن من إنه يفضلوا رفقاتك عليك يا كبير. صح؟ أمي أنتي بتهتمي لحكي الناس والمجتمع بس، رفقاتي تفهموا هالشي وأنتي لا. وقلتي إني مو طبيعي. لا أمي بس تنسي المجتمع والناس والقواعد، وقتها بحلف لك إني رح أرجع على البيت بأسرع وقت. لكي ناندو أنا اليوم تعلمت الباستا بس كرمالك أنتي. ناندو بتحبها كتير وأنا بعملها خصوصي بس من شانها. خبرتني إنه رفيقتها المفضلة رح تجي لهيك حضرتها. خبرة عمتي بالطبخ شوي قليلة لهيك. العمى كتير مالحة لأني نسيت هديك الخطوة. شو أعمل؟ لكي أعطيني شوي من هاد. أنا هلأ رح أعمل وصفة جديدة. عمتي إيه؟ شاروخان قال هيك. ليكي فيلم العاشق رح يوصل لمرته، حضرتيه؟ إيه حضرته، بس أنا من معجبين رانبير. مين رانبير؟ افتح الباب ناندو. رانبير؟ انسي ما عليكي، بتمنى يكون فارس أحلامك مثل رانبير. نعم تفضلي هالطرد إليك. ماني برا
برافو عليك. الجرس عم يرني كتير اليوم. معقول ماني؟ إذا كان ماني ما رح أتركه، شو أعمل؟ هاي كيفك؟ رفيقتي؟ شو عم تعمل هون؟ أنا؟ ما بتعرفي إنه الرفقة بيزوروا بعض بالبيت؟ إيه؟ وشو بدك؟ مين على الباب؟ إجا عمك؟ بس الكل جوا. وإذا؟ إيه، يلا روح. وليش لروح؟ أنت يا سيد مارتي. هذا أنت ماني؟ هاي خالتي. هاي. منيح إنه ناندو هي اللي فتحت الباب مو أنا، وإلا كنت رح أضربك بهاي بدال السيد مارتي لأنه تأخر. بالمناسبة شو هاد؟ هاد لنافيا. هاد مشان نافيا خالتي. نافيا هاد لألك. الحقيقة خالتي إنه تيابها ضلوا بالبيت، لهيك فكرت أشتري لها شوية تياب بدل يلي نسيتهم. هاد لطف منك نافيا. أوكي عطيتها الهدية وشكرا، باي. باي. خالتي نعم. عم تحضري شيء؟ ايه. الريحة كتير بتشهي وأنا كتير جوعان، عم شم ريحة سحرية. سحري؟ أنت برأيك إنه طبخي سحري؟ أكيد. تعا أقعد لكان، جيت بوقتك. بتعرف هالشي؟ اليوم حضرت طبخة بتحبها ناندو اسمها بندي باستا. رح اسكب لك صحن كبير، استنى. بندي باستا؟ ماني، أنا ما توقعت إنك بتهتم بمشاعر غيرك. هي ما أنا فكرتي. نانديني هيك بدها. هي قالت كل شيء وأنا بس نفذت، مو أكتر، بس هيك. شكرا، رح أرجع بعد شوي. ماني إيمت قلت لها؟ شو بدك قول؟ الحقيقة؟ قول لخالتي إنه جيت لشوف رفيقتي بس هيك. بدك خبرها؟ قولي قولي قولي. ماني روح من هون فورا. شوفي ماني. تفضل يلا اقعد وكل. اقعد تفضل. باندي باستا. كل وخبرني اذا كان طعمه سحري. هاد وهاد كمان كل شيء الك الك انت بس كل. عن جد كلهم؟ ايه. قديشني محظوظ. يلا كول كتير طيب.
صحة وهنا. هلا منشوف شو رح يصير لك. طيبة؟ ابني شو صار؟ رح اجيب مي فورا. المي ما رح تعمل شيء، انا رح اجيب له لبن. بس ما في لبن بالبيت. مو مشكله، رح اروح اشتري فورا. يا ربي ماني انت منيح؟ عندك مية لفت؟ ضلي معه انا رح اجيبهم، لا تخاف رح تتحسن. ماني انت منيح؟ انا بدي. شو بدك؟ شوية هواء. شوية هواء؟ اوكي فهمت، تعا معي. شو اعمل لك؟ شو اعمل؟ لازم حدا يلهيني. يلهيك بس كيف؟ كيف؟ كيف اعملها؟ ماني ماني شو عم تعملي؟ قلت انه بدك حدا يلهيك. لهيك اسمعي، ما تاخذي القصة مزحة. ماني بدي احكي معك هلا، بدي حاكيك. حكيك بخوفني. انت معك حق. شو؟ نحن ما فينا نكون رفقات ابدا. كيف؟ ما فينا نكون رفقة ابدا؟ لكن شو؟ اكثر من رفقة. لا بعرف انك عم تعملي هيك لتلهيني. ماني عم احكي عن جد. شو صار؟ ليش وقفتي؟ ليك راحت. شفتي؟ ما راحت. عملت يلي علي رفيقي. انتي لا شبك لسه ما راحت. لا تقول اي شيء، اشرب هاي الكاسة ورح تصير منيح. لا 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 ليكي، ماني بحاجة هالشي، أنا هلأ صرت منيح. ماني اشرب شوي مشان ما ترجع، بتفيدك. كيف فيني؟ قصدي كيف فيني اشربه؟ راحت وما راح ترجع. نافيا بنتي رجاء انزلي لهون لحظة. رح ارجع، خليه يشربه. ايه ما بدي اياها، ما رح اشرب هالشي وروح هالفرصة، وإلا كنت رح وقعك بالفخ.
يا رفيقتي. يعني ماني كل هاد كان كذبة؟ عن جد أنت ماني؟ ناندو؟ إيه عمتي؟ نانديني؟ ماني خود الشراب وبتتحسن. لا 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 عمتي، أنا منيح هلا، نانديني ساعدتني لأتحسن. إيه عن جد يا بنتي؟ كيف عملتي هيك؟ طريقة خاصة؟ إيه عمتي. هي حاولت تساعدني بطريقتها. نانديني خبريها، خبريها لعمتك. يلا. الصراحة عمتي إذا صار شيء لعمي ساعديه بنفس الطريقة، مو هيك؟ لكن أنا بدي روح، صرت منيح. باي رفيقتي. لحظة، بدك تروح؟ أنا عم حضر لك حلو، لهيك ناديت نافيا لتساعدني. ما رح تروح لأي محل ماشي؟ ما بطول، راجعة. لا يا خالتي، خالتي اسمعي، أنت لازم تساعديني، أنا ما فيني آكل هذا الأكل. ساعديني ساعديني، ترجاكي صدقيني أنا ما فيني. وليه حتى أعمل هيك؟ أنت أجيت وعملت كتير، ما رح يكون غلط إذا تعاقبت. نانديني بس. لا رفيقي. اسمعي ليكي، هذا مو عدل، يعني أنا ما رح أنزل. إلا إذا كنتي بدك ياني أقضي الليل كله معك، هيك الموضوع؟ ماني؟ أنا ما فيني ماني؟ هاد شو هاد؟ كيف بدي أعرف؟ أنت باعتها. واو، باعتها وما بعرف؟ مو شايفة إنه هاد هاد مانو خطي؟ ماني كيف بدي أعرف؟ نحنا بس نحكي رسائل. ماني ماني ماني، شو عم تعمل؟ شو عم يصير معك؟ أكيد هارشاد بعتها، أنا بعرف هالشي ومتأكد. ماني بترجاك لا تفتحها. نانديني هاي ما هدية ممكن تحبيها، ماشي؟ لهيك ضلي بعيدة، رجعي لبعيد. ماني. نانديني عم قلك خليكي بعيدة، هالشي خطير. ماني بترجاك لا تفتحها. يا ربي هيك ماني هو اللي رح يتأذى. مين؟ مين؟ نانديني منيحة؟ ها؟
صار لك شيء؟ هرشاد كيف فيه يعمل هيك؟ ما عندك فكرة عن يلي ممكن يعمله. أنتي اسمعيني، خلي لجوا ماشي؟ أنا بحلها بس ما راح سامحه على هالشي. هو وصلت معه لهون؟ بترجع شعبا سكر ماني. ليش ما تنسى كل هالشي؟ انت دائما بتحاول. وشو بدك اعمل؟ ليش ما عم تفهمي؟ ما في حدا اهم منك عندي، فهمتي؟ ناديني، ما فيني شوفك عم تتأذي. ما بقدر زعلك. لهيك ما فيك توقفيني. ماني لا أبدا. ألو آليا، قلي لي هرشاد معك؟ شو؟ مو هون؟ مختفي؟ لا بس مجرد سؤال مو أكثر. طيب انتبهي على حالك ماشي. شوفك بعدين. العمى، إذا ما كان هو لكان مين عمل هيك؟ ماني بترجاك تهدأ شوي. بجوز بعتها قبل ما يروح، وبس بعتها دغري راح منه. ماني فيك تهدأ هلا؟ بترجعك. عفكرة ضحكتك بتنسيني كل شي. ماني روح على البيت، أنا رح قلهم شي حجة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.